سلم 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 هذه هي خذ بايك. سلم سلم الناس الكل، هذه إيه فهم، وهذه خذ بايك. الاسم محمد الهاشمي الحامدي. العمر غير مدرج بالشبه. المهنة رجل أعمال وسياسي وكاتب وصحفي. يختلمهم الكل. النشاط كل مرة فيستا، حسب السيزون، حسب الطقس، وحسب الجو. الجنسية تونسية عاطية على البريطانية. شهيرة بي حلمه في رئاسة تونس، حملة انتخابية اتجاه كسر قرطاج. محمد بن يوسف بن علي الهاشمي الحامدي، اسم طويل يدل على شخصية عندها أثر وبصمة في كتاب التاريخ العام 3076. خاطر الاسم هذا لن يمر مرور الكرام شخصية صعب التكرار، صعب الاستنساخ وصعب التقليد. هو سياسي تونسي ورئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية وتحالف تونس الجميلة، مؤسس وأمين عام لحزب المحافظين التقدميين اللي تتبع له العريضة الشعبية. هو ود سيدي بوزيد بلاد الألف شهيد، لكن الهاشمي ما عاشش فيها برشا، بحيث السيد مقيم بالعاصمة البريطانية، عاصمة الألف جو، لندن. هو معارض تونسي سابق، كانت عنده علاقة مقربة بالمخلوع، نقصد كان كشوكة في حلقه. حلمه رئاسة تونس، الحلم هذا بدا يكبر مع الهاشمي الحامدي وتحول إلى هيجس، رغبة قوية، هدف بدا يأثو بخطى ثابتة. أنا محمد الهاشمي الحامدي أقول لكم لست طالب رئاسة ولا متلهفا عليها، وإنما حمسني لها أن أعداد كبيرة من التونسيين زكتني لها ورشحتني لها. يا جماعة تبدل مفهوم الزكاة حسب سي الهاشمي، وليت الزكاة تصح كي تنتخب الهاشمي الحامدي رئيس الجمهورية. استنى ساعة، كما يتكشني قبل ما تولي رئيس، هذي عيب. سي الهاشمي ما عنده حتى خلاف مع حتى حزب مع حتى شخص، مسالم وهادي ويخدم كل مصلحة تونس والمواطن التونسي. اليوم رغم خلافنا مع النهضة وخلافنا مع المؤتمر وخلافنا مع التكتل، هو باش نعاود الفورمول. تعطيني فرصة مرة في الشهر نقول مع كلمتين. هو باش نعطيك فرصة. سي الهاشمي معروف عليه المحادة التامة، صحيح هو من المعارضة، لكن خلافاته مع حكومة جبالي ما أثرتش على آراءه ونفسيته ومشاعره وأحاسيسه، بالعكس يكون له كل محبة. عندما يريد حماد جبالي أن يصبح فرعونا جديدا يجب أن نتصدى له، لأن عملنا الثورة باش ما عادش ولد أمه وبيه يطلع على التوانسة يقول راني قررت وحدي من غير ما نشاور حد. يا هاشمي علاش الاحتقان هذا الكل جبالي؟ تعهد بعد الانتخابات في قناة الجزيرة بأن لا يتفاوض أبدا مع العريضة، وبعد ما سقطونا قوايمنا. خطر سقط لك قوامك. لطف عليك وعلى قوامك وخي، أما هاو قال باش يترشح للرئاسة. هذا الموضوع ينساه. بيه تنقل ينساه. طو أنت تمثل العريضة شعبية، شنو تحب تقول للتوانسة اللي يسمعوا فيك تو؟ لا إله إلا الله. يا ولدي قبل التعليل خليها لمبعد، مازلت راني نحكي. قلت لك شو تقول مش تغني. إن شاء الله العام الجاي نفوزوا بالانتخابات. واضح كانت هذه خذ بايك هاشمي، توا تنجم تعلل. على الهاشمي هاشمي، على الهاشمي. لا إله إلا الله والفرح واتانا. سلم 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 سلم. هذه هي خذ بايك.